اهلا بكم مشاهدينا والفقره الصحفيه. سعداء جدا انه نرحب بالاستاذ احمد خليل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك استاذ خليل، وصباح الخير. كيف الصحه لمشاهديننا؟ يعني الله يديك العافيه. اليوم الصحف جات بمواضيع مختلفه وكثيره. نبدا بالانتباه، وفي الانتباه جاء هذا التحقيق مشروع موازنة 2020 أبرز الملامح والسيناريوهات. هو مش تحقيق، هو تقرير شامل، يعني اعتماد بطاقة لصرف الجاز والخبز وزيادة الأجور 100%. طيب، في المقدمة اللي اتعملت لهذا التقرير التفصيلي لهذا الموضوع، وطبعا في كده صورة لوزارة المالية، ومكتوب على الصورة سيناريو الحرية والتغيير، تحرير سعر الصرف واكتمال تحرير أسعار السلع الاستراتيجية. المقدمة تقول الصحيفة تمثل موازنة 2020 بداية مرحلة لبناء الدولة، وشملت عدة سيناريوهات بوضع سياسات وتدخلات إسعافية، منها مبادرة مؤسسة الاستثمار تتعلق بتهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص ومراجعة قوانين الاستثمار ومعالجة الازدواجية بين المركز والولايات، تطبيق نظام النافذة الواحدة ودعم تطوير السجل المدني بوزارة الداخلية، حيث تم اكتمال بيانات 33 مليون مواطن سوداني حاليا، إنتاج 6 ملايين بطاقة هوية منها 2 مليون بطاقة ذكية، إنشاء هيئة الهوية السودانية، التحويلات النقدية المباشرة، تقديم الخدمات الصحية وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي والانتخابات. أستاذ أحمد، رأيك شنو؟ يعني وشنو ممكن نقرأه من الكلام ده؟ ممكن المقدمة ذاتها فصلت كده في بعض الجوانب الخاصة بالزوايا اللي تم التركيز عليها في الموازنة. وشنو ما ممكن نقرأه في الموازنة؟ نحن لغاية أول امبارح كنا متفائلين بأنه حيكون عندنا موازنة تنحاز للولايات، للريف، موازنة تنحاز للتعليم، للصحة، خدمات، للخدمات. ولكن البارحة مفترض كان يكون في تنوير لمدراء ورؤساء تحرير الصحف المواقع من قبل وزير المالية. أجل هذا اللقاء قبل انعقاده ب30 دقيقة نص ساعة، وطلع تصريح إنه يا أخي حيكون في تكونوا لجنة لمناقشة ما طرحت الميزانية. وفق مصادر في إنه يا أخي مجلس الوزراء رفض الموازنة. أنا في تقديري الحكومة الانتقالية هي في واقع، والواقع الاقتصادي السوداني في واقع، إنما تعتمد في ميزانيتك على حلول البنك الدولي، وتنسى بأنك يعني لديك إمكانيات وقدرات تانية. حقيقة أنت ما حتطلع شيء غير ما تنفذ هذه الروشتة، روشتة البنك الدولي، لأن أكثر من 30 سنة نحن قاعدين ننفذ روشتة البنك الدولي، ماذا جنينا من هذا التنفيذ؟ رفع الدعم عن السلع والخدمات والسلع. طيب إحنا بنتحدث عن الدولة، ما في زيادة أجور 100% هنا، هي 100% يا أستاذ. لما نقول لك 100% والأجور، الأجر أنت لو قاعد تأخذ 5 مليون، الأجر الأساسي كم؟ 150-200، زادوا لك بقى 300 جنيه، يعني كيلو لحمة ما بيجي، ما حد عامل أي حاجة، ما حد عمل حاجة. يعني الحكومة السابقة عاملة المخصصات الإعانات مضخم المرتب، لكن المرتب شكله الأساسي وليس اللي بيطلع لك به الزيادة، زيادة هو ضعيف جدا جدا. هم بيتحدثوا في انه يعني حيبقى الادنى من 450 ل 1000 جنيه. ال1000 جنيه الان ما عادت يعني تعيش شخص 5 ايام او 6 ايام. يعني قول بيتحدثوا عن دعم، كأن السودان واحدة من الدول الخليجية. انت الدعم اللي حتقدم قلت 300 جنيه، 300 جنيه ما هو ولا مبلغ يكفي لو كان بيتكلم في دعم للشخص. يعني هم شغالين بنفس النهج اللي كان ماشي بيه الانغاز، الدعم الاجتماعي اللي كان 50 جنيه ولا 100 جنيه دي رفعوه ل 300 جنيه. بينفذوا في اجندة البنك الدولي.
الملامح بتاع الموازنة كله عبارة عن 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 إنشاء. طيب لا هم يتحدثوا عن القيمة المضافة اللي كنا هي إلى الآن لم تجاز، هي لم تجاز لأنه في خطورة على إجازتها. لما خلاص معنا مرحلة تداول، ما هم لا ما هو هو الموضوع المطروح في إنه يا أخي ترفع الدعم على البنزين. الحكومة بتعتقد إنه يا أخي لو رفعت الدعم على البنزين الوضع هيستقر في محله. يعني أنا بقول لك يا أخي العربات الخاصة هم الناس الأغنياء هم المستفيدين من البنزين، المواطن ما مستفيد. لكن ناس إنه نحن في غوران وفي الجزيرة وفي كردفان وين الترحيل قاعد يتم بالعربات الصغيرة البرنسات والعربات الصغيرة قاعد يستهلك بنزين يعني. فلما تضيف هم بيفتكروا إنه الجاس هو اللي يعني بخش في الإنتاج وفي الترحيل، ولكن نحن البنزين بيخش في الإنتاج. أنت يعني كويس الحديث عن البطاقة، كويس عمل بطاقة حدد لسنه للشخص يعني استهلاكه من البنزين، أوكي دي كويسة ما فيها حاجة، ولكن بنفس السعر القديم أعمل له، لو دار زيادة خليه يشتري بسعر أزيد. نعم. كويس. الخبز دار تعمل فيه بطاقة برضو، يعني حتى نوعية الخبز ذات دار تعملها مخلوط ودارس منها. أنا ما أعرف، لكن هو المهم واجب واجب أي حكومة هي تقديم الرفاهية لمواطنينا. أول حاجة الحياة الكريمة. الحياة الكريمة. رفاهية دي. أي يعني ما هي خلاص أنا قاصد الحياة الكريمة للمواطن. أكيد. كويس. لأن هي نوع من الرفاهية. يعني أنا لو مثلا قاعد أشتري عيش بسعر معقول وبمشي بتعالج بسعر معقول وبدرس أولادي في مدارس حكومية وبتعالج، دي بالنسبة لي رفاهية، دي الحياة الكريمة. لكن أنا اللي بخليني كمواطن سؤال يعني إنه أنا يعني أتحمل هذه السياسة التقشفية شنو يعني؟ انت طيب المطلوب شنو يا أستاذ أحمد؟ المطلوب حقيقة الناس تخاطب المشاكل الأساسية. هذه الموازنة يعني حتى بتتكلم عن 60 جنيه للدولار، والدولار قبل كم يوم ما كان ب 60 جنيه. الضغط على الـ على الـ على الدولار ليه الأسباب شنو يعني؟ يعني كثير من الأقوال بتقول إنك هي مضاربات، طيب يا أخي أنت المضاربات دي ما توقفها. المضاربات دي ما يعني أكبر قرار حاسم ده واحد. الشيء الثاني يعني أنت قاعد تستورد 7000 سلعة ولا 7500 سلعة؟ هل محتاج لها فعلا؟ هل هي فعلا يعني داخلة في يعني هل هي في الأدوية؟ كويس. في الإنتاج؟ وسائل الإنتاج؟ قطع غيار؟ كويس. إنتاجية؟ يا أخي نحن بنستورد العربية الصغيرة القدرة اللي بتشيل 3 أنفار دي، يعني دي أنا ما أعرف على أي أساس تم فتح إنه يستوردها يعني تكسي ب 3 أنفار العربات الصغيرة دي. كويس. يعني أول حاجة هي زحمة في الشوارع، زيادة كربون، دولار، وسحب للاستهلاك للوقود. يعني حتى المواصلات ذاته يعني أمجادات وشنو الطريقة التفكير خطأ. يعني أنت بدل تجيب لك بص بيشيل 100 نفر 50 نفر كويس، أنت بتجيب 10 حافلات، بتجيب 10 هايس، بتجيب 10، بتجيب 50 أمجاد، بتجيب 70 ركشة، بتجيب كويس، بتكدس الشوارع. المواعين الكبيره في النقل واحد، الشاحنات الكميه اللي بتستهلك لك كويس، الوقود يا اخي استغنى عنها بشنو؟ بالقطار. راس قطر واحد ممكن يشيل لك 400 طن 500 طن كويس، يشيل لك 200 شاحنه ماشيه في الشارع عامله لك زحمه مستهلكه وقود ومستهلكه اسبيرات ومستهلكه 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 ومستهلكه. ده التفكير السليم كويس. ارجع أطور قطاع النقل بمركبات كبيرة، بيقلل من استهلاكي للوقود. أرجع للسكة حديد للنقل عبر الولايات، بيقلل استهلاكي. نقل بضايع وركاب، نقل بضايع وركاب، بدل عندي 5000 بص شغالة يومي ماشي ووب جاي وماشي بنزين وجاس واحد. طيب الاموال دي الاستثمار في قطاع النقل بدل يبقى استثمار في قطاع النقل القطاع الخاص ده خليه يمشي يستثمر له في زراعه في صناعه في حاجه ثانيه في انتاج. طيب استاذ احمد خليل، يعني انت بديت كلامك بانه كان في تنوير صحفي مفترض يتم من وزير الماليه لرؤساء تحرير الصحف وحصل الحصل اللي انت ذكرته. الان احنا دارين نملك المشاهد فيما يخص بهذه الموازنه، وطبعا خلاص يعني الليله يوم 23 ديسمبر يعني شهر واحد جه الموازنه 2020 يعني كويس.
دايرين يعني وحديث عن حكومة الكفاءات في الفترة الانتقالية، كفاءات، والكفاءات دي من المفترض تستصحب كل الكلام اللي انت ذكرته، طالما هو اللي بيخدم المواطن. انت 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 كفاءات شنو متوقع؟ ردود بكفاءات يعني هي كفاءات عايشة خارج السودان، ما حاسة بمعاناة المواطن، ما عارف المواطن، ما قاعد يمشي السوق. يعني الكفاءة الأصل معناها ليه ما في كفاءة في السودان داخل السودان؟ يعني كفاءة الصناديق الموظفين الأمميين ديت، يعني لو حصل أي حاجة كويس هو لا عنده بيت لا ده لا ده، أولاده قاعدين يعني بس بكرة يركب يمشي أقرب وكالة تذكرته ويرجع كويس. الكفاءات القصد بالكفاءات الكفاءات اللي بتحس بمشاكل الناس بمعاناة الناس. هذه الكفاءات الموجودة الجاية من الخارج هذه ما بتحس بمشاكل الناس كويس. دي الناس يشتغلوا في منظمات أممية ومنظمات دولية، فبالتالي حلول 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 فوقية. ضروري إنه ننبه إنه هذا ليس هجوما على الحكومة بقدر ما تحليل شفافي واضح. يعتبر يعني هجوم. لا لا ما في يعتبر يعني أنا بعض الناس عشان ما يزاير. خلي الدار زايد يزايد، نحن على مواقفنا الدار زايد على موقفنا، خليه زايد على موقفنا. ويس أنا أحمد خليل للدار زايد على موقفي، خليه زايد يعني. اتسجلت ودقيت في أحد النظام. لا لا ما أنا خلي ما دقيت ولا أي حاجة، لكن ده الكلام الصحيح يعني. أنا ما ممكن يعني أيوة. أنا ما ممكن يعني أنا في دولة أنا فقيرة. أنا بس شنو أستاذ أحمد إنه نوضح للمشاهد إنه الفترة الآن الناس بيتكلم بالشفافية وبالوضوح. طيب ما نمشي بعيد من الموازنة، خلينا نرجع للموازنة. شنو المتوقع وشنو اللي بتقدر تشوفه إنه وزير المالية والجهاز التنفيذي كله هو مفترض يكون مرتبط بالميزانية بشكل مباشر، شنو متوقع إن إحنا خلاص على بداية 2020؟ هذه الميزانية كارثية. ويس. اي الناس في ناس بيناقشوا في انه معرفة. طيب نحن الحكومة السابقة دي لما كنا بنرفض اول مظاهرات طلعت 2013 وماتوا فيها كمية بتاع الشهداء، قدمنا فيها ارواح. ويس. كانت بسببها شنو؟ سببها رفع الدعم عن المحروقات. ويس. رفع الدعم عن المحروقات. نحن كان الجنيه ده بيجيب لنا 10 عيشات. صح. ويس. طلعنا مظاهرات وقمنا البلد كلها قامت وهاجت. ويس الآن ويس انت بنفس الشيء بنفس الكيفية، انت ما عملت سنة ويس الانغاز بجبروتة بأجهزتها الأمنية والإعلامية في شنو خافت السنة الفاتت ترفع الدعم ويس. انت ما عمل الموضوع ده، ما عمل سنة تقدر تتكلم في رفع الدعم عن البنزين وبشكل تدريبي وعن الجاز ويس. يا اخي انا ليه انا ماشي بتسكير بموجهات البنك الدولي؟ طيب البنك الدولي هل في حل؟ هل في حل انه الناس تطلع؟ انا دوله فقيره، انا دوله فقيره، انا احنا يا جماعه 60% ولا 65% يعني من السودانيين نحن فقراء ويس. ان احنا محتاجين لدعم ويس، محتاجين لدعم في 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 في, في, في الخدمات الاساسيه، محتاجين الدعم في كل حاجه ويس. لو ما انت لو دارت تقعد تحسب لي ان البنزين في السعوديه او في الامارات او في الدول المنتجه سعره اعلى من السودان، يقدر الناس عندهم امكانيات عندهم قدرات رواتبهم يعني الواحد لو اخذ 1500 الف ريال بتعيشه. يا اخي انا لو اخذت 15000 ما بتعيشني. طيب ويس. يعني انت اللي تشوف الفارق بتلقى الشقق ايجارها ب 6000 7000 8000 9000 ويس، والمرتبات لسه في مكانها. هو حيقول لك انا حزيد لك المرتب، زدت المرتب السوق طوال شنو عنده حساسيه تجاه رفع الاسعار. احمد خليل يعني موضوع الموازنه ده موضوع كبير جدا وداير قايم بذاته. خليني انا اقول اللي اسمه الخلاصه شنو عشان نشوف المواضيع. الخلاصه يعني الخلاصه انه الحكومه دي مين ما جات كان مفترض تقعد معانا تقعد تقول يا جماعه انا جيت لقيت وضع اقتصادي كارثي ما فيه حاجة وبلد مخربة بلد شنو بعد كده الناس تشوف حديث معامله. ده واحد. انت شاركت منه من الخبراء الاقتصاديين السودانيين في الخارج والداخل، هل عملت مؤتمر اقتصادي غير اصدقاء السودان ويس؟ هل يعني انت عقدت مؤتمر يا اخي انه يا اخي يطلعوا لك روشتة ورش 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 اشتغلت مع الناس مع المواطنين مع الجماهير مع هذا مع هذا، انت اشتغلت معهم في الوضع الاقتصادي وريتنا الوضع الاقتصادي. الحكومه ايقاعها بطيء جدا جدا في 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 قضايا الاقتصاد ويس. يعني انت استلمت في كان كم 60 وكم 50 الدولار الليله كم 90 ويس ولسه وماشي، انت ما عندك رؤيه ويس. بالمناسبه العالم ما يعني ما ذاك العالم اللي اصبح انه يدعم من غير ما يشوف انت جديتك فعلا.
فهذه الموازنة بتحتاج مراجعة، محتاج انه يا اخي هم لما يقول لك يا اخي التشوه الاقتصادي، هذا التفكير تفكير الليبرالي كويس، ان احنا مع دولة الرعاية. انا ما اظن الناس لما مرقت ضد الكبت والديكتاتورية غياب العدالة كويس والوضع الاقتصادي شئنا او ابينا، نحن كنا بنقرا الوضع الاقتصادي ده من سنتين، قلنا الحكومة دي حتصل حتى حتسقط الوضع الاقتصادي الحكومة السابقة طيب ليه؟ لانه ما في شنو، نعم ما في ابداع، ناس ما خلاقة، والمواطن داير توفر له حياته الكريمة. كلامك أمنا استيراد كثير من السلع اتجه للإنتاج، أحفي كويس السلع الرأسمالية من الجمارك من الرسوم، خلي إضغاط سريع. تمام، نفس الجزئية اللي أنت ذكرتها إنه المجتمع الدولي دعمه لك بيكون مرتبط بإيفائك لبعض المتطلبات. هنا ده كلام التعايشي عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي في حوار مع الصيحة، قال هناك أكثر من خيار لمعالجة قضية علاقة الدين بالدولة، دي جزئية برضو فيها كلام كثير جدا. جت تكلم قال إذا أفلح السودانيون في الوصول إلى سلام سيفلح المجتمع الدولي في دعم تنفيذه. هل هو تنفيذ السلام؟ طبعا بعد بتجي الخدمات والإنتاج وكل هذه التفاصيل. في كلام في تصريحات ذكرها فيما يخص بفصل الدين عن الدولة، قال لن يكون عقبة إلا في هذه الحالة، بعد ذلك فصل الصحيفة في الحوار. شنو اللي ممكن تقرأه ما وراء تصريحات السيد عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي؟ والله أنا قبل التصريحات تاعت شنو عضو المجلس السيادي التعايشي، ما يحدث في جوبا يعني أصبح خارج نطاق التصور. كيف؟ يعني احنا كان عندنا مسار بتاع الجبهة الثورية وحركات دارفور اللي هي كلها في الجبهة الثورية بما فيهم ياسر عرمان وحركة الشعبية ياسر عرمان والعقار والحلو. الآن فتحوا مسارات كثيرة، أي واحد عبد الواحد محمد نور أصلا رافد في مسارات، أصلا طلعت مسارات بتاعت وسط، مسارات بتاعت الشرق، مسارات بتاعت الشمالية، نعم وأصبح عبارة عن مزاد أو سوق. كيف؟ أنه القضايا بقت متشعبة، ما قضية واحدة. عبد العزيز الحلو طرح، أنا بقول هو طبعا دائما أنت في أي حوار أو مفاوضات بتعلي السقف. يعني حقيقة اللي اسمه التقرير المصير وعلمانية الدولة، عشان بعد ذاك لو نزلت تتنازل حبة حبة كده. يلا نحن لو قلنا للحاجات دي لا عبد العزيز الحلو حدد، لا حكومة الفترة الانتقالية هي اللي بتحدد، في الآخر بيحدد الشعب السوداني. نعم، نظام الحكم في السودان هل هو علماني أو ديني أو مختلط؟ المهم الكيفية اللي استفتاء الناس. أيوة، أنت عندك مؤتمر دستوري بيجي، ما يعني الحركة الشعبية ما حتفرض علينا الكلامنا زي المرة اللي فاتت. الجنوب يعني الدوم الحق في أنه يستفتوا بدون ما نحن يكون عندنا الحق في الاستفتاء، وده كان خطأ. أي فبالتالي شكل الدولة لابد أن نتفق عليه كلنا كسودانيين قاعدين في السوداننا، ما في جهة تفرض رؤيتها لوحنا، ولابد أن الناس تسوق معها الكلام. حتى موضوع تقرير المصير، الحركة الشعبية ما هي الوحيدة على أرض الواقع في جنوب كردفان أو في جبال النوبة. نعم، في ناس برضو موجودين عندهم رأي تاني. أنت بتعرض الحاجات دي في إن يا أخي خليها ضمن العروض اللي أنت دار تحضر المؤتمر الدستوري. ونحن بنقول إنه المؤتمر الدستوري دارين مؤتمر دستوري، الدستوري يعبر عن كل واحد في السودان زي الصورة شنو الجماعية. نعم، أي قبيلة أي جنس أي شكل يلقى نفسه شنو في هذه الصورة الجماعية. نعم، تلقى حاجاتك من ذوي الاحتياجات الخاصة للريف السوداني، كل واحد يملك قضيته في المؤتمر الدستوري ده، الدستور ده يكون شامل للحاجة. لو خلصت النوايا وفي رغبة أكيدة للسلام، السلام حيتحقق. لو اتجاوزنا حروب تجار الحروب حنحقق السلام. طبعا الميزة الكويسة في الوضع هنا إنه ما في زول داري حارب. العساكر اللي بهناك والحركات خلاص هم ذات انزيجوا، يعني الواحد اللي يكون 20 حيعيش 200 تاني.
ما داري يعيش يلبس له بنطلون وقميص سمح يجي يقعد له في شاشه ديجيتال يعاين الدنيا فيها شنو يعني كفايه حروب كويس الناس هو الاهم المواطن اللي انت بترفع سلاح باسمه ده يعني انت اذا فعلا بترفع سلاح باسم هو لو اصلا قاعدين يستجيبوا للكلام ده كان الموضوع ده مشى لقدام لكن الى الان كل الاحاديث اللي بترشح في انه يا اخي الموضوع ماشي لقدام هم عليهم ضغوطات ما يقولوا ما علينا ضغوطات في ضغوطات دوليه عشان انت المجتمع الدولي ده يقف معاك طالب منك انك تحقق السلام نعم والشرط الاساسي اللي كان واقف هو الحكومه النظام البائد الان النظام البائد ما موجود والناس ما تتعامل بنفس العقليه بتاعت المحاصصه والعقليه اللي كان بيتعاملوا معها النظام السابق دي الثوره نعم. والجماهير اللي طلعت احتفلت بعيد الاول للصورة اي خيار عكس رغبة هذه الجماهير افزل طيب بدايه انا كان كنت يعني كنت اتمنى الحكومه تتحسس مواقعها يعني هذه الجماهير اللي خرجت هذا الدعم الجماهيري تخليك تنفذ برنامجك تخليك تنفذ برنامجك طيب الان الحكومه هي اكدت بدايه التفاوض انه كل الناس راغبه في تحقيق السلام وحتى دكتور عبد الله حمدوك يتكلم كثير في انه الفرصه الان مؤاتيه لتحقيق السلام وحتى يمكن المتابعات الاعلاميه الخاصه بكل التفاصيل والتغطيات بتبشر انه الناس متفقه على تحقيق السلام يعني الان ما هو المطلوب للوصول الى هذا السلام عاجلا لانه هو ايضا مرتبط بكثير من القضايا المؤجله يعني. اراده وطنيه وسياسيه بس نعم من الكل تتوقع 200 كده ما في توقع هو طالما الموضوع بقى في حوار وفي نقاش وفي قضايا كثيره جدا وفي منظراتيه قاعدين هناك خلف الكواليس بينظروا في حاجات في امال واحلام ليهم كويس بعيده من الواقع الواقع شيء الواقع حيتجاوز نعم كويس الناس دي حتقعد تتفاوض لغايه ما الواقع يجي يتجاوزها وتبقى مشكله هذا الجيل جيل راكب راس عارف هو داير شنو قاعد يعمل في شنو نعم هذا الجيل لا بتفرض عليه قرارات ولا شيء احنا قاعدين نشوف من اطفالنا الصغار تقول لي لا سوي كده بقول لك لا انا داير اسوي كده احنا زمان بيلبسونا احنا بودونا السوق بيشتروا لنا بنجي نلبس كان بنطلون كبير كان صغير بتلبسها وبتمشي ده يا زول بيمشي الدولاب انا ما داري داري البس ده اي وده الوضع العام تمام طيب ننتقل للسوداني في كلام عن انسياب وسهولة السحب اليومي من الصرافات الآلية تقرير خبري صغير عملته الصحيفة وفي كلام عن مزارعو الجزيرة يقولون إحفاء المحافظ خاطئ ويؤثر على سير الموسم حنشوف الأول موضوع الصرافات تقول الصحيفة رصدت جولة السودان أمس بعدد من الصرافات بوسط ولاية الخرطوم من سياب حركة السحب اليومي وسهولة السحب والإيداع وقال العميل ببنك فيصل الإسلامي ماجد الطاهر للسوداني إن السحب اليومي يسير بصورة جيدة خلال ساعات اليوم وأشار إلى أن التغذية تشمل جميع الصرافات تعليقك أستاذ أحمد يمكن تكون دي برضه واحدة من الحاجات اللي كان الناس يعني تعبت منها شديد واحدة من حاجات الثورة زادة يعني حقك ما كان ما بتقدر تلقاه يعني هو كلام له شهر يعني الموضوع ده له شهر انه يعني كونك تسحب يا عامر كونك تسحب من الصراف والقروش بقى القروش بقت موجودة كويس يعني الموضوع ما لكن بتبقى قيمة القروش مش أي صرافة حسا أمشي خط بتلقى فيها سيولة قيمة في السوق يلا ده بيأكد في إنه يا أخي عادة الصيغة للمصارف نعم إنه الناس بقت تودع فارغة بالنسبة لل الموسم الزراعي طبعا دائما نحن خلينا نتكلم عن إنه يا أخي هي مؤسسة ولا شخص لو شخص بتتضرر لكن لو مؤسسة كمؤسسة بذهاب المدير أو وجوده هو يعني المدير ما هو اللي بيزرع ما هو عمل خطته وإنه السنة دي دار يزرع كم
ومفترض يكون وفر المبيدات، وفر الوقود، وفر حاجاته كلها يعني المعينات الانتاج. واسمه هذا اللي بيحتاج الزراعه الانتاج في كل الاقسام، كان في الشمال في الوسط في الوفر، هو بتاع متابعه وعنده تيم بتاع متابعه. بالتالي الموضوع ما بالخطوره اللي ممكن ان يقال ذكرت يعني. اذا مؤسسه ما في النهايه في سيستم مفترض يكون متبع. ختام جولتنا بمقال الأستاذ عثمان ميرغني في عمود حديث المدينة، كتب مقال مرة ثالثة هل يؤجل البرلمان؟ سريعا نقرأ مقال الأستاذ عثمان ميرغني. تبقى حوالي أسبوع واحد وتواجه الدولة مرة ثالثة محك تشكيل المجلس التشريعي بين مظفرين البرلمان، وكانت الوثيقة الدستورية أخرت في التشكيل لثلاث أشهر، انتهت في 17 نوفمبر 2019 الماضي. فاتفق العسكريون في المجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل التشكيل حتى نهاية شهر ديسمبر 2019 لتجنب المصادمة مع طلب قدمته الحركات المسلحة تطلب إرجاء تشكيل البرلمان لحين توقيع السلام. دي بداية كده الأستاذ عمل فيها يعني جولة كده على الحصل. بعدك فيما يخص برأيي الأستاذ عثمان ميرغني تحدث، قال غياب البرلمان مؤذي للغاية لأنه يعطل التشريعات الحتمية التي تحقق التغيير الحقيقي، فحتى هذه اللجنة لا تزال دولة النظام المخلوع قائمة، رغم أو حتى هذه اللحظة عفوا حتى هذه اللحظة لا تزال دولة النظام المخلوع قائمة رغم أنف الثورة الشعبية التي اقتلعت رؤوسه وقياداته، وكل يوم تغمد شمسه بلا برلمان يعني تأجيل تدشين دولة السودان الحديثة والإبقاء على الماضي بكل خبله. في ختام المقال قال 100 عضو في البرلمان بكفاءة مرموقة أفضل من 300 تأتي بهم محاصصة، القسمة والنصيب السياسي. تعليقك أستاذ أحمد خليل، هل تتفق مع رأي صاحب عثمان ميرغني؟ طبعا قبل اليوم هو تكلم يعني عن موضوع اتفق او لا اتفق. والله يا اخي موضوع البرلمان والولاة يعني موضوع الحركات الكفاح المسلح حقيقة هم ما شايفين الواقع، فمصرين في انه يا اخي ما يتم تشكيل هذه المؤسستين الا بعد اسمه ده، وهم ما دارين يرفعوا يعني مورال زي ما هم اصلا بيقولوا المورال انهم هناك، او يعني ايقاع انه يكون ايقاع سريع. هذه ذاتها واحدة من المشكلات يعني. لكن طبعا وجود البرلمان مهم جدا جدا لانه ما بخلي للسياده والحكومه الانتقاليه تنفرد بالقرار. كويس فيما بيناتهم زي ما قال واحد من القيادات، قال لي يا اخي انتوا ما يتكلم في انه يعني المجلس القوى الحريه والتغيير والمجلس السيادي والحكومه يكونوا على قلب رجل واحد. لو بيقوا على قلب رجل واحد ما تشيلوا شيلتكم، يعني الناس اللي اتفقوا تاني في شنو؟ يقول لك لا نحن تاني اتفقنا ومسكنا الحكومه دي، تاني اللي بيحلهم شنو؟ خليهم كده يكونوا مختلفين ويكونوا في اراء كل زول برايه وكل لكن مصلحه البلد. لا المصلحه ما يتفقوا على قلب رجل واحد. لكن يشتغلوا كل واحد يكون عنده رؤاه وكل واحد يكون عنده تفكيره، لكن لو اتفقوا بما يخدم ال لا حتى لو بما يخدم، ما هي لو انت اتفقت انا واتفقنا خلاص بقينا سمنا لعسل. ثاني اهو انت بعد كده ثاني احنا اختلفنا بقينا كتله وانت كتله. الدوله الحديثه تحول للانتخابات الحره، صندوق الاقتراع هو في ما على قلب رجل واحد طبعا. شكرا لك يا استاذ احمد. تسلم، تحيه لك والله. طيبه لحياه طيبه.